مسيرة جماهيرية شعبية انطلقت من غزة. انتفض الفلسطينيون غضبا رافضين تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان القدس العربية عاصمة لدولة الاحتلال وعزمه نقل السفارة الأمريكية إليها، محذرين من محاولة تجربتهم أو اختبار انتمائهم لأرضهم وقدسهم. هذا الأمر لن يفك في عضد شعبنا الفلسطيني ولا أمة العربية والإسلامية في التصدي لكل القرارات التي تظلم شعبنا وتظلم حقه في تقرير مصيره وإقامة دولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. فصائل العمل الوطني والإسلامي خرجت تحذر من المساس الأمريكي بقدس الأقداس، المدينة التاريخية العربية التي أسرى إلى مسجدها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعرج منها إلى السماوات العلى، مهد الديانات السماوية وقبلة المسلمين من بقاع الأرض كافة. لا بديل عن أن تكون القدس هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين. أي مشاريع بديلة، أبو ديس أو أي مناطق أخرى سواء في فلسطين أو حتى في أي مكان في العالم، لن نقبل بها كبديل عن القدس. هذه خطوة خطيرة جدا، وأعتقد بأنها إعلان موت للعملية السياسية. أمريكا أخرجت نفسها من كونها وسيط وراعي للعملية السياسية. نحن بانتظار تطورات خطيرة جدا على أثر هذا القرار الذي نأمل أن يتم التراجع عنه. المواطنون الذين خرجوا أكدوا بأنهم سيقفون سدا منيعا في وجه هذا القرار الغاشم الذي يخترق كل الشرائع والقوانين الدولية، وأن أي تحرك مهما كان لن يغير من حقيقة أن القدس أرض فلسطينية عربية إسلامية. جيت لتضامن مع الأقصى الشريف، عاصمتنا الأبدية، وستبقى وستظل عاصمتنا الأبدية شاء من شاء وأبى من أبى، وسندافع عنها بأرواحنا وأجسادنا. يجب على الأمة العربية والإسلامية الوقوف في جانب الشعب الفلسطيني من أجل هذا القرار، لأن القدس ليس ملك الفلسطينيين بل ملك للأمة العربية والإسلامية بأكملها. مسيرات خرجت من غزة يرفع المحتشدون فيها العلم الفلسطيني خفاقا وشعارات للقدس العاصمة الأبية لفلسطين، معلنين هذا اليوم يوم غضب شعبي في وجه المحتلين وأعوانهم، ومحذرين إياهم أن يجرؤوا على إعلان القدس عاصمة لدولة الاحتلال. من ساحة الجند المجهول غرب مدينة غزة، سالي السكني، تلفزيون فلسطين.